حياكم الله بحلقه جديده من برنامج من حولك والبدايه من العناوين باكثر من 25 عمل الدراما العراقيه غزاره في الانتاج بشهر رمضان المبارك غلاء اسعار المواد الغذائيه يثقل كاهل العوائل العراقيه والحكومه تحذر التجار من استغلال شهر رمضان للسنة الثانية على التوالي ترجع الدراما العراقية بشهر رمضان المبارك وتثبت نفسها بقوة وبغزارة الإنتاج والإنتاج الخاص القريب من العائلة العراقية والمجتمع العراقي من خلال معالجة القضايا المجتمعية الجريئة بأكثر من عشرين عمل درامي تلفزيوني بمشاركة وجوه شابة من الممثلين والممثلات وبعض عناصر الجيل الذهبي وحتى أكو عندنا راح تكون بهذا شهر رمضان وجوه وفنانين عرب راح يشاركون بالأعمال العراقية تسعة الدراما التلفزيونية العراقية لمنافسة الدراما الخليجية والمصرية وحتى السورية بالتالي نتمنى أن نشوف أعمال تليق بالمشاهد العراقي وأعمال غير مستنسخة من باقي الدول وروايات تترجم إلى المجتمع العراقي وتقدم بطريقة أعمال تلفزيونية نتابع تقرير يخص الأعمال الرمضانية ويا غفران حسن وبعدها مرحبا وإقتراب شهر رمضان المبارك تتسابق شركات الإنتاج وقنوات التلفزيون لعرض أعمالها لهذا العام أعمال هذا العام شهدت نقلة نوعية بعد أن تم الإعلان عن العديد من الأعمال اللي شملت أكثر من 25 مسلسل بين درامي وكوميدي أبرزها أمرلي الساتر الغربي وذيقار ترحب بكم وغيرها من الأعمال وبحسب مصادر فإن الإنفاق على هاي الأعمال تجاوز العشرين مليار دينار وخاصة بعد مبادرة الحكومة بدعم الدراما والسينما والمسرح بكانون الأول من العام الماضي أطلق رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مشروع ثقافي وفني كبير حتى يدعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب وحتى أدب الطفولة يهدف المشروع لاحياء الموسم الدرامي العراقي الرمضاني والنهوض بالانتاج الفني الى مرحله جديده تعيد للدراما جمهورها الحقيقي. مختصون بالمجال الثقافي طبعا اشادوا بمبادره رئيس الوزراء لدعم الثقافه والفن، واكدوا انه هي راح تحقق طفره نوعيه اتجاه تطور السينما والدراما العراقيه، وترجعها من جديد للمنافسه مع الدراما السوريه حتى المصريه. وعن الدراما التلفزيونيه وتفاصيل اعمال شهر رمضان المبارك وتقييم لهذه الاعمال التلفزيونيه رحب بالاستوديو بالفنان القدير الاستاذ سامي القرطان رحب فيك استاذ سامي حياك الله القدير الله, الله, سبحانه وتعالى الله يحفظك الايام تفعل ما تشاء وطب نفسنا اذا حكم القضاء حياك الايام ان شاء الله حياك حياك منور الايام تسلم. اهلا وسهلا بك دائما بالمقدمه قلنا احنا هل سنتين شويه تنفست الدراما التلفزيونيه العراقيه نعم. شفنا برمضان المضى اكو اعمال طلعت عندنا للشاشة العراقية وممكن حتى وصلت للشاشة العربية أو ما وصلت هذه بعد نسبة وتناسب وهذه السنة سمعنا أنه أكو عندنا هواية أعمال تشوف هالسنتين هي انطلاقة حقيقية لعودة الدراما العراقية هو أكيد هذا مؤشر إيجابي ومفرح أن تنطلق الدراما التلفزيونية بإنتاجها لكن علينا أن نؤمن بأنه ليس فقط نقتنع بالكمية علينا أن نشوف النوعية وما شاء الله هاي الدفعة الجيدة من قبل رئيس الوزراء للشبكة بالتحديد لإنتاج أعمال تلفزيونية جت شوية متأخرة فنتمنى النجاح إن شاء الله لكل الأعمال اللي أسندت ماديا ومعنويا وهم ما نكتفي طلعت الأعمال وكلها شفناها جيدة بس ما لازم نقتنع لازم نبقى نستمر لأن الكمية تخلق النوعية لازم نستمر نقدم لازم نسبق رمضان وكم شهر استعدادنا للاعمال الانطلاقه قلنا بالسنه المضت، تقييمك لاعمال السنه المضت شلون شفت؟ والله بها الجيد وبها الوسط وبها ما هالقد يعني م. يعني ما تساوت مه. ما تساوت زين الاعمال الفنيه اليوم تشوفها استاذ سامي تعالج المشاكل المجتمعيه، يعني بعض الاعمال شفناها مستنسخه كقصه من كذا دوله معربه ومعرقه وقدمت للمشاهد العراقي. أي. اليوم اعمالنا تعالج مشاكل حقيقيه بالمجتمع العراقي. هو المو الشرط ان نتعالج طبعا ما تعالج هاي مهمتها اكيد، مم. كل قناه وكل عمل تلفزيوني يعالج مشكله ولا شنو؟ يا اما اضافه نوع من الفرح مم. يعني نوع من السعاده والثقافه مم. او تسليط الضوء على قضايا معينه حتى لو كانت سياسيه. مم. لكن المهم ان العلاقه بين المشاهد والقناة اللي تبث هذه الأعمال مه. تكون العلاقة علاقة وطيدة مه. يعني المشاهد من يكون عنده صداقة مع القناة الفلانية مه. يظل يتابعها بس من يشوف شخصية معينة سياسية انطت وعد من هاي القناة مه. ولم تفي بوعدها هذا المشاهد شوية يصير عنده ردة فعل من القناة مه. ومن السيد المسؤول مه. هسه احنا بأمس الحاجة أن نوطد علاقة بين المشاهد وبين الاعمال الدراميه، كيف نقطتها؟ نوصل... ان نقدم لها الشيء الغير معاد. م. يعني مو القناه الفنانيه صلت الضوء على موضوع داعش م. تجي القناه الثانيه ايضا تجيب داعش للاعمال نفسها قناه سلطت الضوء على التظاهرات تجي القناه الاخرى ايضا او بعض القنوات يستنسخون اعمال تركيه او خليجيه او سوريه او مصريه م. بحجه توارد خواطر لا هاي هاي تناسبنا؟ لا مم. يفترض احنا واقعنا اللي ب الاف القصص مم. عشرات الالاف من القصص موجوده في واقعنا الاجتماعي علينا ان نسلط الضوء عليه. جيد. اكو مراقبه اليوم على النصوص الدراميه اللي عندنا بالعراق يعني مثل ما قلت المستنسخ دا يصير ونشوفه ويتكرر بكل موسم رمضاني اكو مراقبه على ال... على النصوص خصوصا لما بعض الشركات او القنوات تنتج مسلسلات وممكن توصل رسائل مغلوطه للمشاهد العراقي. هو انا اللي اعرفه الناس قبل ما ينفذ م -م. يعني يبدا العمل بي يروح للنقابه، نقابه الفنانين. طيب. هذا اللي اعرفه. هذا اللي مدى صحه هذا م -م. الشيء ما متاكد منه. الواقع شو يقول؟ يفترض يفترض م -م. ان يروح فعلا للنقابه او لجنه معينه م -م. تفحص ادبيا وتاشر على الاشياء اللي تحذف م -م. او الاشياء اللي تعدل. احنا قبل آه كانت اكو ممنوعات معينه. م -م. هاي يعني مستند عليها مثلا شخصيه معينه الا للضروره ان يخلي الرجل على رجل او التدخين الا آه للضروره ان يدخن قبل 2003 قبل 2003 <applause> زين مره بعض الكلمات ما تنقال ما لازم تقولها مثلا كلمه <applause> لك مره احد المدراء العامين دز علينا قال لنا شلون تقولون لك؟ لانه هذا الطفل من يحب الممثل يقلده وانت ذا يا فلان يا ممثل طالما الجمهور يحبك وخاصه الاطفال فمن تقول لك كلمه لك ما حلوه نحن بمجتمعنا ما عندنا هاي الكلمه مال لك نقول لازم الفنان يختار المفردات مو الفنان المؤلف المؤلف المؤلف, يختار <applause> الكلمه اللي منها يتعلم المتلقي كبير كان او صغير حتى يكون هو قدوه للرساله اللي يحملها ايش <applause> تحتاج اليوم دراماتنا حتى تقدر تنافس؟ دائما نقول ان دراماتنا شو وقت تنافس شو وقت عربيا استمراريه اولا ومواضيع مو شخصيه يعني مواضيع عامه مواضيع اجتماعيه يعني مصر ما مجبوره تشتري من عندنا عمل العلاقه مع قبل قبل 2003 او عن باب الشيخ او عن مواضيع معينه خاصه يسموها خصوصيه من يكون موضوع عام يشتروه زي. بس هم اساسا مخلين الكروس على العمل العراقي شنو السبب قديما كان اكو ممنوعات علينا ممنوع العمل العراقي يطلع برا نوع من الحصار او تكمل للحصار اللي يفرض علينا حتى في بعض الاسماء الأس.. مثلا اذا عمل بي كويتي او عمل انتاجي كويتي وبممثل عراقي مثلا طعم التميمي زي. يغيرون اسمه مم. اسمه طعمه عبد اللطيف على يسوق العمل على مود يسوق لان مم. حتى ما قانونا نقول لك انت طعم التميمي مم. هذا طعم عبد الحميد طيب يعني دوره وتخريجات هذه بعدها موجوده؟ هذه لا هذه انت الان لازم تقول للمشاهد العربي انه انا صديقك وانت صديقي مم. وانا اقترحت مره في احدى اللقاءات قد يكون اقتراح هنا نوع من الاعاده مم. احنّا الشبكة الرسمية الحكومية هي شبكة الإعلام. شبكة الإعلام هاي الشبكة. مم. لو الشبكة من تشتري أعمال أو حتى قناة هاي القناة ده. الأيام من ده. تشتري أعمال من جهة معينة اشترت عمل لعادل إمام بكذا ألف دولار. تقول له أشتري منك العمل إيش قد؟ زين ألف دولار؟ مم. أوكي. أدفع لك ال ألف دولار وأشتري العمل وأعرضه بس عندي شرط. وشرط تقدر عليه راح يقول لي شنو اقول له عندي هذا العمل العراقي تاخذه تعرضه بالقاهره جيد مقابل لا شيء تسويق متبادل راح يكون لا راح س... مو انا راح اشتري منه عمل اشتري منك بس انطي بس انه يعرض الماده عمل ثلاثه عشرة مه. اعرضوا لي اياها كل ما تجيب لي عمل اشتري منك من اللي قدام اقول لك مشتري بس مقابل هذا مه. اعرض لي العمل العراقي هناك فكره حلوه حتى يعرف زين يعرف المواطن المصري مه. يعرف هذه الاعمال مهم. انا اتذكر بالقاهره بال 74 عرضنا فيلم الضامئون مال الاستاذ محمد شكر جميل مهم. تحياتنا إلا تحياتنا لك. كان موجود بالسفاره العراقيه مهم. وكان شارع شريف اكو شارع هناك مركز الصور المرئيه كان حسن جنابي وياي الله يرحمه أحد الفنانين الاخرين فمن عرضنا الفيلم استغربوا مم. قالوا عندكم هيك امكانيه تسوون هيك افلام منو حاضر الـ 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 الفيلم مم. احمد كامل مرسي شيخ المخرجين المصريين سمير فريد رافت الميهي دول عمالقه بالوسط الفني مم. فاعجبوا بالعمل العراقي الشاهد وين شاهد الحكي انه احنا يجب ان تصل اعمالنا باي طريقه الامكانات, الامكانات موجوده الامكانات بس موجوده طريقه وصول هذه الاعمال ما موجوده لغياب القائد مه. الفني الحقيقي اللي يفهم الفن اها نعم هذا هنا يعني نقابة الفنانين لو وين لازم يكون نقابه الفنانين النقابه موجوده اي بس احنا نريد قائد فني للانتاج زين يعرف شنو العمل اللي اختاره مه. وما عندنا جهات منتجه احنا من الجهات المنتجه بس الشبكه مه. بقيه الشركات ما موجوده كانت تنتج سومر كانت تنتج حاليا اكثرها خاصه ماكو أعطيني شركه تنتج كم شركة؟ شركة مع الأستاذ جلال كامل زي. وشركة مع عمار علوان مم. طبعاً هو مسؤول عن الشركة بس هي طيب. شركة أساساً مم. لشخص أردني اسمه محمد ياغي ايه. طيب أستاذ سامي اليوم الوجوه الشابة بالدراما العراقية ميني. شون دا تشوف أدائها؟ وشون رأيك بتجربة أن وجه شاب ممكن لأول مرة يكون لعمل درامي ينطو دور بطولة ونشوفها بالبوسترات وغيرها هو دور أي. بطوله هذا شيء ايجابي تشوفه لصالح الدراما هو انا دا اشوف اكو شغله دا تصير هاي المتابعات ما ادري شو يسموها مصطلح الفولو والمتابعين وغيره متابعين والله عنده آه. متابعين مليون زين. او مليونين يعني. فبعض الشركات الانتاجيه يجيبون فلان لانه عنده متابعين هوايه ما يخالف خلي يجي هذا الفلان متابعينه اهلا وسهلا بهم بس الشرط وين؟ ان يقع بيد مخرج ممكن مه. ان يحرث بهذه الشخصيه ويطلع منه شيء جيد. اني ما اختارت هذا الطريق اجى صدفه طريق الفن مه. بس ما كنت تعرف انا عندي موهبه من وقعت بيد مخرج مثل محمد شكر جميل بالسينما طيب عرف شلون يطلع من عندي الموهبه الموجوده وعرف شلون ينميها مه. وبقت علي شو اسوي؟ لازم استمع بكل حواسي مه. لما يقدم المخرج. الشباب اليوم بعضهم نعم يسمع مزي. ويسال ومرات هو يتحارش بالممثل الأكبر منه استاذ شنو رايك اسوي هاي هالشكل لو ما اسويها يسالوني اليه واجابه اقول له هو انا اقدر اجابك واقدر اقول لك ايش تسوي بس ترى للسيد المخرج اسال المخرج او اسال مساعد المخرج او اسال المخرج المنفذ يعني اليوم هذا هذا المعيار ما تشوفه صحيح انه انا بناء على انه والله هذه الشخصية عندها كذا مليون متابع فلازم يجي لا. ويكون له دور البطوله مو شرط لا مو شرط انا اجيب الشخص اللي يليق للشخصيه يعني الدور هذا الدور يرهم لفلان يعني مره احد المخرجين طيب وزع ادوار ما نقول اسمه طبعا طلع ابني منه ابني زي ابني زين زي. استاذ جواد الشكرجي ابنك يطلع ابني تصور فاحنا اعترضنا بوقتها يا بليش زين ما ما جاوبنا بوقتها فالمخرج هو الاساس لنمو الموهبة الموجودة في طيب احنا حتى نبقى بنفس هذا الخط احنا بنشوف ايه. نشوف اعلاميين نشوف مطربين داخلين بعالم الفن عندنا ايه. اليوم نقص بالكاركترات او العكس ممكن العكس ممكن يطلع بس هسه صارت الاكثر انه الفنانين المطربين وغيرها من التخصصات جاي يدخل بعالم الدراما عندنا اليوم نقص بالكاركترات مو هو كفنانين مو هو يعني التجربه جاي تتكرر هي كل سنه يعني منو حسام الرسام طلع مم. بمسلسل ما ادري شو اسمه طلع وخطيه تاب أيه. يبدو بعد ما ي... بعد ما يمثل <applause> كاظم الساهر ايضا خاض نفس التجربه قبله وشاف الوضع يعني رايك انت هذه التجارب لا حتى أنا... بهذا الموسم هم عندنا اكو شخصيات موجوده مطربين داخلين بالتمثيل اي مو هو نرجع وين للمخرج نرجع للمخرج اللي ممكن ان يقوده وي... ويسيره وفق المفهوم الاخراجي المتقدم المتطور مو والله لانه وقف الكاميرا وعرف هاي الكاميرا فلان شيء وتعال انت تتحرك منه اكو كنت هنا اثنينكم شويه افتح الشكل حتى تصير قبال الكاميرا زين فاكثر ممثلين او بعض الاعمال مم. هم واقفين اثنين يسوون حضرتك حضرتك بدي احكي وياك بدي احكي وياك هالشكل كاميرا تاخذنا من هنا وكاميرا تاخذ طيب مو اكيد هم, هم لا يوقفهم الشكل سوى والكاميرا عليهم يظلون يحشون جوز يقول لك هاي رؤيتي الاخراجيه فكرتي رؤيتك مو غلط غلط غير اكو واقع <applause> زين هواية هواية أمور شلون شفت أدائهم أنت؟ البعض بيهم جيد بعض جيد أي. والبعض يحتاج يحتاج أن يسمع يسمع مم. ويحتاج أن يسوي له سمعة شنو السمعة؟ مم. عنده أوردر الساعة بالعشرة الصبح جي. لازم هو بالتسعة موجود هناك مم. مهما يكون ما يجي متأخر يجي بالداعش مم. ما يناقش هواية يسمع المخرج طيب يبدي رأيه بعد أن يعني يبدن أدب يبين أدبيات الإنسان اللي هو أساسا إنسان لكن مضاف لك ونفى فنان عنده موهبة أكيد أكيد حتى يبقى بذهن المخرج ويدز عليه مرتلق يعني محمد شكر جميل من شافني بالضامئون اشتركت بكل أفلامه ممتاز كذلك فيصل ياسري الله يرحمه الله يرحمه ايضا من قدمني بالراس قدمني بالاعمال الاخرى اللي اكو شيء عندي فبالتالي هذه العوامل يعني تصنع من عندك انه انت فنان حقيقي. ضرب ضرب. السنه هذه شفنا تقريبا بوسترات واعلانات لاكثر من 20 عمل تقريبا ما بين الدراما التلفزيونيه وغيرها من انواع الفنون. مم. اكو عمل شفته من خلال الادوات الموجوده، من خلال الكوادر بعدها. الموجوده بعدها. كاسماء كعملكم من خلال اكيد يعني انت ما تعرف ما هذا, الشغل هذا الشغل منو به هذا الشغل اتمنى بس الله يساعد المشاهد العراقي شلون راح يلحق يشوف ذني كلهن. مم. يعني العراقيه بس العراقيه بها اعمال ما تسعه ما ادري 10 والام بي سي ثلاثه اربعه أي. وقناه اخرى ما ادري قد عندها زين هذا شلون يبطل لا شغل ولا بس زين. يقعد ينتظر الشيء. لا اكيد اكيد فما اقدر احكم عليها خالد الذهب عندنا جزء ثاني حضرتك احد ابطال هذا العمل أي. بالبدايه خلينا نعرف ليش جزء ثاني؟ الجزء الاول بقت اكو فد استفهامات تحتاج الى جزء ثاني شنو السبب خلى الكادر او المؤلف او المنتج انه يتوجه الى جزء ثاني؟ اللي عرفته من الجهه المنتجه الام بي سي انه ذاك الجزء يعتبر الجزء الاول شخصيه حج سامي اللي كان لي الشرف ان امثلها ابدعت فيها يبدو اثر بالجمهور يعني الشخصيه اثرت بالجمهور وتمنوا ان استمر ل 30 حلقه 15 حلقه كان بالجزء الاول هو 30 حلقه لا دور حج سامي 12 حلقه 12 حلقه, حلقة وتوفى زين حتى اتذكر مره نهني السيد رئيس الوزراء السوداني بالعيد اللي مم فات فقال ليش موتوكم حلقه 12؟ هذا الموسم ان شاء الله عايش 30 حلقه؟ هاي 30 حلقه ان شاء الله بس براعه المؤلف محمد حنش زين ما سوى تكمله لذاك لان ذاك مات حج سامي بدا من البدايه يعني سامي استودع يكون نفسه الاقتصاديه يعني صابرين بعد ما من زوجه من سالم وأمير بعد ما متزوج ودخلت وجوه جديده للعمل وجوه جديده يعني شابه خاصه شابه احداث جديده فالمشاهد راح يشوف كانما الجزء اللي شافه العام هو مكمل لهذا الجزء ممتاز لذلك سموه البدايه البدايه هي. راح يبقى بنفس هذا المستوى مثل ما نعرف الجزء الاول حقق حضور ومشاهده هذا تتوقع ال... على نفس هذا. المستوى هذا القرار للجمهور من اقول مم. إيه او لا معناها امدحه. لا كعمل انت اليوم موجود؟ لا هو مبين مبين يعني مبين ان الاحداث ان المخرج يعني مو نفس المخرج مال ذاك الجزء. واكو ملاحظه هيك قلتها اني زين استثمرها هذا المخرج اسمه جوليان لبناني اتصور. قلت له خان الذهب يعني مو هذا الخان. البنايه مال المكان الخان. تقصد المكان خان زين. خان الذهب مم. انا اعتقد خان الذهب تاتي من الخيانه مم. يعني فلان خان الذهب, خان, الذهب. مم. خان العلاقه الذهبيه بين العائله وبيني بين الاب والاب يعني والأبي. صابرين مثلا خانت العلاقه الذهبيه بالعائله مم. فسوت مشاكل هي نهايه الجزء الاول صابرين وتحترق تكفد استفهامات هوايه أي. راح تتوضح بالجزء الثاني ان شاء الله اها لا تجرني عاد تحكي لي كل مسلسل ما على المشاهد لا <تصفيق> خليه <تصفيق> زين بها تفسيرات موجوده اي اكيد <applause> زين اكو مسلسل ثاني هم عندنا بجزء ثاني مسلسل بال 98 اللي هو عالم الستوهيب عالم الستوهيب <applause> زين هذا هذا المسلسل شنو وضعه هذا الموسم؟ هذا شوي لاقى صعب صعوبه بالمخرج سامر حكمت لان كثير من الشخصيات غادرت الحياه الف رحمه على روحها <applause> من الشخصيات الرجاليه <applause> والنسائيه <تصفيق> يعني زوجتي ازادوهي مم. توفت مم. و... والمؤلف ايضا غير من نمط النص طيب خلى آني حج بدر حج بدر اللي أيوه؟ هو حج بدري بالجزء الاول بالجزء الاول اللي مم. اي كل ما يشوف بنيه حلوه يريد يتزوجها اي طيب. خلاه يزين لحيته زين ويبدل غير ملابس مم. يلبس قمصان مشجره ش... يعني يبالغ بالشبابيه مم. فهذا عنصر جديد علي ان اغير الشخصيه اللي مثلتها قبل مم. تتقمص لازم غير مم. اسلوبي مشيتي مم. ضحكتي تعاملي مع العنصر النسائي مم. هذا يصير الان بالجزء الثاني جيد تتوقع لا يكون نفس النجاح المستوى الاول ان شاء كشاهد الله كشاهد على هذا العمل موجود حضرتك بالجزء الاول وموجود بالجزء الثاني مم. الاستاذ صباح عطوان تحياتنا لمؤلف هذا العمل بيه. يعني نزل في بوست على صفحته يقول انه العمل تم تحريفه والنص مو هذا النص الحقيقي ما عندي انا ما عندي علاقه بهذا الموضوع م. ما اقدر اعلق عليه لان لا اقدر اصير بجانب استاذ صباح ولا اقدر اصير بجانب الشيخ لا لا هو مو جانب وانما نص النص الموجود للمسلسل نعم. سواء بالجزء الاول وهسه الجزء الثاني اكيد مكمل له نعم انطلعتوا على النص الاول اكو صار فد تحريف او تغيير للنص الموجود مو احنا نطلع م. هذا المنتج يطلع م. عن شركه حكمه حكمه م. البيضاني طيب. هي الشركه المنتجه الدنيا الفن مم. هي اللي تطلع على النص جزءكم موافقات بينه وبين صباح ما اعرف جزء صباح انطاهم الحريه ان يغيرون هاي اه امور يعني قانونيه بيناتهم فهذا الموضوع ما عندك ما عندي علم فد, فد معلومه عنه <applause> طيب احنا دائما نقول انه الدراما التلفزيونيه تحتاج انه تتطور وغيرها حاليا تم انصاف الفنان العراقي مشارك بهذه الاعمال من ناحيه الاجور من ناحيه الاستحقاق للفنان العراقي الاجور لا الاجور يعني بائسة قياسا آه. للممثل العربي السوري المصري لا بعد يعني مو ذيك الاجور اللي يحلم بيها مه. لانه المنتج اكو منتج واكو منتج منفذ زي. المنتج هو صاحب المال طيب يعني راس المال عنده مه. انا عندي هاي المليار راح انتج بيها مسلسل البعض مه. هذا المليار ما ينتج به كل الم... ينطي الى منتج منفذ منتج منفذ زي. مقابل رقمي يقل شوي المليار يعني ياخذ هو حصته كونه اصبح منتج المنتج المنفذ ياخذه برقم معين شوية اقل وجزمه هو ينفذه ايضا ينطي له منتج منفذ اخر راح تنتقل من واحد لواحد فهذا يبدا يضعف خطيه هذا المبلغ المقرر يضعف هاي نسمع شويه. عنها بالمقاولات بالفنها موجوده الا <applause> ان يوصل للممثل زين ها يصير مثل قول المتنبي مم. كفى بجسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني. اها <applause> فيوصل للممثل الخطيه متعوب وما يقدر الممثل يرفض الا اللي يعني امكانيته الماديه زينه. اكو ممثلين ما يقدر يعيش الا على التمثيل. هو هذا يعني ما عنده غير شغله. باب رزقه هذا. ما عنده غير شغله هو ما يرهم غير شغله. اقول لا اقول اللي, اللي عنده معرض سيارات اللي مشارك بمشروع معين اللي مشارك بمطعم اللي يعني يقول لك يعني أنا انا أفرض يعني لهالدرجه اليوم الفرق كبير بين اجور الفنان العراقي والفنان العربي بالاعمال كبير انا اجيب لك مثل مثلا سقوط الخلافه صورناه بالقاهره ويا الاستاذ عباس النوري مه. فرق شاسع بين الاجور اللي, اللي اخذها عباس النوري والاجور اللي اخذتها اني لانه العمل راح يتسوق باسم عباس, عباس النوري النور. من يقولون هذا المسلسل بطوله عباس النوري يشتروه مم. المحطات العربيه بس من يقول له بطوله سامي قفطان من سامي قفطان؟ احنا ما عرفنا نسوق هو هنا هنا السؤال ما هذا ما... ذنب سامي قفطان؟ لا ذنب عدم التسويق مم. الفنان مم. وراح نرجع مرتلخ نقول احنا اعمالنا لازم تكون اجتماعيه صرفه بعيده عن الامور الاخرى الخصوصيات حتى تتسوق واستعمل هذا الاسلوب اللي اهدي به سواها صلاح كرم حياتنا الا أهدي, اهدى اهدى مسلسل ناديه على ما اعتقد لاحدى القنوات وجدت اعجابات كثيره عليه جيد بعض الاعمال جاي تناقش قضايا مجتمعيه عراقيه هذه صالحه للتسويق يعني مشاكل مجتمعيه عراقيه صالحه للتسويق انت أول... شاركت باعمال عربيه اكيد تعرف امزجه المنتجين او اصحاب القنوات او اللي يريدون يشترون هذه الاعمال سيد الكريم انت الان عندك شارع تريد تمشي به توصل لهدف معين اول مره بلط للشارع زين حتى لا تمشي طاسات وتتاذى خلينا نرجع العلاقه بيننا وبين المشاهد حتى امورنا واعمالنا تاخذ بالنظر الاعتبار من تسوق هاي والله عمل عراقي بس ليش ليش العمل الخليجي مم. احنا مو شبكه الاعلام وبعض القنوات تعرض اعمال خليجيه بالضبط لانه يعني هو... حتى بسنوات قديمه يعني اعمال شايفيها بس مو الكثرة. سنوات. مو بالكثرة يعني مو بالكمية زين مو بالاستمرارية بعرضها بي... بعض قنواتنا حتى الام بي سي يفترض انه نسبة العرض العراقي بها 90% ان لم يكن 95 مم. احنا نشوف العكس مع احترام للام بس هاي خطه يعني القناه احنا ما عندنا انتاج لو اساسا هي خطه القناه بهالطريقه ما عندنا انتاج ما عندنا انتاج ما عندنا انتاج اذا انتاج تنج... انتاجنا محلي يصير يعني اكو خصوصيه بهذا العمل طيب يقول لك انا شو اسوي بفلان عمل انتم هاي قضيتكم انتم حكينا على موضوع الانتاج ومبادره رئيس الوزراء قلت مم. لي انه هذه المبادره متأخرة نوعا ما قياسا بقرب الموسم الرمضاني. بس هي مشكورة على. هو احنا نحكي على اهميتها بالاساس ايش قد مهمة اليوم بال... بالاعمال الفنية العراقية؟ نعم انه يخصص كذا مبلغ للدراما التلفزيونية، يخصص كذا مبلغ للفنانين والتشكيلين وغيرها من الاعمال. هو انا قلت متأخرة لان يفترض تجي قبل سنوات. قياسا لعمرنا. طيب. احكي لك شيء البرنامج. مم. واحد سرق مبلغ معين زين احنا بالعربي يقول لك اكو رباط الحكي وين اي اكيد سرق مبلغ معين وخلاه بالبنك تحت رقم معين مم. رقم سري بس هو يعرفه زين يعني حتى البنك ما يعرفه زي. وراح سلم نفسه وقضى محكوميته كم سنه وطلع فيجد ياخذ المبلغ الاف الدولارات دق الرقم طلع مو هو ينطيه غلط مم. قال انا تعبان طالع من السجن خليني ارتاح في يومين ثلاثه اجا دق الرقم هم خلاص عجيب الاف الدولارات قدامه هو معتاز مرت الحسبة عليه شهر بين يوم ويوم كل اسبوع يروح من القهر ادمن على الشراب اصبح مدمن وصل لحد اليأس قرر ينتحر هذا فيلم انا شفته بلندن قرر ينتحر فالمخرج طلع صاعد فوق فالجبل عالي وجواز صخور والماء مال البحر شمر نفسه هو بالجو اجى الرقم اللي يريده تذكره يعني؟ لا طلع الرقم بزين. اللي يريده وهو بالجو شو يسوي بهذا الرقم؟ مم. بعد ما يفيده لان راح انتحر بس هيك مو ياسين احنا هواي؟ رباط الحكي وين؟ مم. احنا انا تجاوزت ال 82 صح والسلامة يعني هاي والسلامة. المبادرة جاية قبل عشر سنوات أها. كان مو بس اني كان انتاجنا صار غير شكل كان الدول العربية وحتى العالمية انتاجنا يوصل ل... الفن العراقي والدراما التلفزيونية العراقية يعني. دوام الصحة والسلامة والتوفيق إن شاء الله الله يخليك الأستاذ القدير الفنان سامي القبطان شكرا جزيلا لحضورك وجودك ببرنامجنا حياك الله الله يحفظك بالتالي ننتظر الأعمال الرمضانية وإحنا على أبواب شهر رمضان المبارك ننتظر تكون أعمال درامية تلفزيونية حقيقية قريبة من الواقع دائما نسمع بأعمال مستنسخة أعمال موجودة بمجتمعات ثانية وجتنا دخلت للمجتمع العراقي وهذه ممكن حتى تأثر على المجتمع المتابع لهذه الأعمال بالتالي ننتظر التوفيق لكل الاعمال وان نشوف عمل يليق بالمشاهد العراقي بشهر رمضان المبارك فاصل وبعد ومثل ما تعودنا اسبوعيا نرصد من خلال البرنامج ومن خلال فقره الاكسبلور اهم الفيديوهات اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي نتابع هذه الفقره ويا بيان الجادري راح نسلط الضوء اليوم خلال فقرة إكسبلور على أجمل فيديو شفناه خلال الأسبوع هو فوز العراقية مديرة أكاديمية المحاربين تالا الخليل بلقب صانعة الأمل الأولى بالوطن العربي بالموسم الرابع بدولة الإمارات لكن اللحظة اللي فقدت بها أكبر أبنائي هي اللحظة اللي أدركت بالفعل أني أم الأم الحقيقية هي الملجأ لحظة اللي أدركت أن الأم ما عندها خيار أنها تستسلم أو تنهار لأنها إذا انهارت معناها انهار البيت بالكامل. من بين أكثر من 58 ألف ترشيح فازت الدكتورة تالا خليل الملقبة بأم المحاربين بلقب صانعة الأمل، المبادرة اللي تعد الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية اللي يسعون من خلالها لتغيير واقع مجتمعاتهم للأفضل. الفائز او الفائزه في مبادره صناع الامل في دورتها الرابعه. تالا الخليل من العراق. الف مبروك لتالا الخليل من العراق. ومو بس تالا فازت، انما العراق محمد النجار مؤسس كره القدم فاقدي الاطراف ايضا توج خلال حفل صناع الامل. ندعو صانع الامل محمد النجار من العراق مؤسس اول فريق لكره القدم لمبتوري الاطراف في العراق فليتفضل مبارك لتالا محمد الفوز انتم مو بس فخر العراق وانما فخر لكل العرب وتقديرا لهذه الجهود الاستثنائيه التقى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بهذه الشخصيات العراقيه الانسانيه الست تاله خليل الفائزه بجائزه صناع الامل والمترشح لجائزه الاستاذ محمد النجار ووجه بتقديم الدعم المعنوي لهم وكيفيه تطوير هذه المشاريع الانسانيه خدمه للصالح العام يستغل بعض التجار الجشعين واكرر البعض مو الكل قرب شهر رمضان المبارك وغيرها من المناسبات المهمه بالنسبه للعوائل العراقيه ويرفعون اسعار المواد الغذائيه. كنا تابعنا بالفتره الاخيره وصل اسعار اللحوم ل 24 و25 الف دينار وبالتاكيد هذا اول ما يضر يضر الناس اصحاب الدخل المحدود اللي يعتمدون على اجور بسيطه ممكن حتى يمشون يومهم. وزاره التجاره توعدت هذول التجار واصحاب المحلات بحملات رقابيه واجراءات رادعه لهذه المواضيع اللي جاي يسوونها وزاره التجاره ووزاره الداخليه مستمره بحملاتها لكن على الرغم من هذه الحملات بعدنا نشوف اكو تجار يرفعون باسعار هذه المواد لذلك خبراء اقتصاديين قالوا انه هذه الاجراءات ما جاي تحد غير ممكن 15% من اسعار المواد الغذائيه وحتى نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع اكثر نستضيف في الاستوديو مدير عمليات مكافحه الجريمه المنظمه العميد الحقوقي حسين التميمي، رحب بك استاذ حسين. مساء الخير لحضرتك، مساء الخير المتابعين الكرام. اهلا وسهلا بك، بدايه شلون تعرفون ذول التجار اللي يخالفون التسعيره؟ يعني اكو فتسعيره رسميه، شنو الاجراءات اللي تتبعوها حتى تعرفون انه هذا التاجر يرفع اسعار المواد ويضار باسعار المواد على حساب المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم، من خلال التوجيهات اللي تصدر من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيد وكيل وزارة لشؤون الاستخبارات تحقيقات الاتحادية المحترم باشرت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بحملة واسعة بتواجد مفارزة ضمن الأسواق الرئيسية لبيع المواد الغذائية بالجملة والمفرد هذه الحملة أثمرت على تشخيص عدد من التجار المستغلين وضع شهر رمضان المبارك القادم ان شاء الله علينا بالخير والبركه برفع بعض الاسعار للمواد الغذائيه. هذه الحمله اثمرت على القاء القبض على عدد من هؤلاء الاشخاص الذين يتلاعبون باسعار المواد الغذائيه. توجد لجنه شكلت من قبل وزاره التجاره ووزاره الزراعه بالاضافه الى وزاره التخطيط بالاشتراك مع مديريه مكافحه الجريمه المنظمه بوضع تسعيره للمواد الغذائيه شملت كافه المواد الاساسيه بالاضافه الى اللحوم بكافه انواعها هذه هذه تشمل فقط الجمله والمحطات الرئيسيه للبيع مثل ما نعرف عندنا بعض المناطق هي مناطق لبيع المواد بالجمله تشمل هذه الحملات فقط هذه المناطق ليس فقط الجمله انما حتى البيع بالمفرد توجد لدينا مفارز جواله على مدار الساعه في بغداد والمحافظات ايضا هناك مراقبه شديده للتجار الذين ادخلوا ضمن المنصه الالكترونيه للبنك المركزي العراقي باستيراد المواد الغذائيه بسعر الصرف الدولار المخصص للبنك المركزي العراقي عن غيرهم من التجار الذين يتعاملون مع السوق الموازي تم تشخيصهم في بدايه الامر تم اخذ تعهدات خطيه لغرض الالتزام بالتسعيره للمواد الغذائيه ذكرت لي موضوع التسعيره بناء على شنو يتم اعتماده؟ هناك لجان مشكلة من قبل وزارة التجارة ووزارة الزراعة اللجان تبني أساس المواد الغذائية على القيمة المستوردة للمادة واحتساب سعر الكلفة والنقل مع احتساب الربح للمادة وبذلك تطرح للاسواق بالسعر الذي تخصصه اللجنة من قبل وزارة التجارة ووزارة الزراعة بالإضافة إلى وزارة التخطيط هذه اللجنة تعكس هذه التسعيرة إلى الدوائر الرقابية وهي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بغية التدقيق على التجار وكذلك البيع بالأسواق للمفرد لكي يتم التوصل إلى السعر المحدد اللي يخصص من قبل هذه اللجان بخلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف ويتم زجه إلى القضاء بغية إصدار العقوبات المناسبة بحق جي. المخالف إحنا قبل الإجراءات أكيد هاي حملات مستمرة على مدار السنة لو فقط بهذه الأشهر أو بهذه المناسبات مفارز المديرية مستمرة على مدار الساعة وليس في وقت محدد أو في موسم محدد جيد. لكن هناك تعزيز دي المفارز في حال في حال حدوث مناسبة ومن هذه المناسبات هو شهر رمضان المبارك تم تعزيز هذه المفارز بمفارز إضافية لكي يتم تغطية كافة الأسواق في بغداد والمحافظات بصورة تامة إذا على طول السنة ليش تصير عندنا ارتفاع بهالأسعار بهذه المناسبات بالتحديد يعني ايش قد اليوم المواطن يتحمل المسؤوليه وايش قد عندنا تجار هم يشتغلون على هذه المواضيع ويصنعون الازمات ويرفعون اسعار المواد الغذائيه. بعض التجار مستغلين هذه المناسبات بخزن مواد قبل م. موسمها ويتم طرحها في هذه هذا الموسم م. اللي مخصص للزيارات الدينيه لشهر رمضان يتم رفع بعض الاسعار المواد الغذائيه منها البقوليات بصوره عامه. م. لكن في هذه السنه من اول مره تحدث هي سابقه من نوعها تدخل مديريه مكافحه الجريمه المنظمه بحمله استباقيه ضد هؤلاء التجار وتشخيصهم وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وفي قرارات قضائيه بعدم احتكار هذه المواد ورفعها في المواسم الدينيه وغيرها من المواسم اللي تمر على بلدنا العزيز احنا هسه بدايه موسم مثل ما قلنا شهر رمضان شهر خير ان شاء الله على الكل هذه الحملات وانتم مستمرين بها اكو فد اثر صار لها يعني اكو انخفاض صار باسعار المواد الغذائيه من خلال التجوال بالاسواق تلاحظ هناك استقرار في سعر اللحم كان مخصص بين سعر اللحم السعر هو اكثر من 24 الف ولكن بفضل جهد اللي بذلته مديريه مكافحه التجارة المنظمه وتوجيهات السيد وكيل الوزاره لشؤون الاستخبارات التحقيقات الاتحاديه المحترم باشراك كافه قطعات وكالة الوزارة شؤون الاستخبارات بهذه الحملة أثمرت على استقرار لهذه المادة مادة اللحم بكافة أنواعها بالإضافة إلى مادة البيض وبالتنسيق العالي مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة إيش قد الاستقرار يعني لما نقول وصل إلى 24 أو 25 ألف حاليا إيش قد ثبت كتسعيرة واللي يزيد عنها تعتبره مخالف أي تسعيرة الكيلو اللحم الغنم العراقي أكثر من 22 ألف دينار عراقي هو محدد من ال 20 ل 22 حسب الجوده. طيب. في حال تجاوز السعر اكثر من 22 يعتبر مخالف للتعليمات اللي تصدر من قبل وزاره الزراعه وزاره التجاره وكجهه إنفاذ قانون مديريه مكافحه التجاره المنظمه تطبق القانون بحق المخالف. واسعار البيض وغيرها من المواد الاساسيه؟ اسعارها 5 خمسة، 5000 خمسة دينار الى 5500 دينار للطبقه الواحده. هذه الاسعار المثبته؟ نعم. تعتمدون فقط على جولاتكم ام انه ممكن المواطن يخبر عن انه هذا التاجر الفلاني يزيد بهذه الاسعار هسه اللي قلت عليها مثلا 2020 او 750 او 5500. بامكان اي مواطن الابلاغ عن المخالفين في المناطق الذين يتواجدون بها، كون المناطق المناطق اللي موجوده في بغداد هي شائعه وتوجد لديها اسواق كبيره جدا وكثيره و فبامكان اي مواطن في حال وجود اي تشخيص للمخالف يتم الابلاغ على الخط الساخن المحدد الى الوزاره الشؤون الاستخبارات بالرقم 144 وهذا الرقم هو راح تكون هويه المتصل طيب كتمان فقط استلام المعلومه ونوع المخالفه ويتم اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين. شغال هذا الرقم هذا على اليوم؟ على مدار الساعه وبامكان الاتصال به باي وقت. مم. وهذه دعوه للمواطن نعم. انه اذا شاف اي تاجر مضارب بالاسعار ممكن يتصل. ليس فقط على الخط الساخن وانما كافه قطاعات وزاره الداخليه مم. اللي متواجده ضمن المنطقه بالإمكان بامكان الاستعانه بها والابلاغ عن المخالفين وراح مم. يتم رفض المعلومه الى مديريه مكافحه التجاره المنظمه وبدورنا راح يتم عرض الموضوع امام القاضي طيب. واتخاذ إجراءات بحق المخالف احنا عندنا استطلاع عن هذا الموضوع نعم. اخذنا راي الشارع العراقي عن الاجراءات المتبعه من قبل وزاره الداخليه ووزاره التجاره بمتابعه التجار اللي يضاربون بالاسعار وشفنا رايهم من خلال هذا الاستطلاع نتابعه وبعدها نعود والله الصراحة يعني جيت اشتري لحم فتفاجأت كلش يعني من الأسعار، يعني هو كان ب 16 فجأة هيك صار بـ23 وبـ24 وبـ25 25 وصل سعر اللحم؟ اي وصل 25، زين احنا هسه يعني قبل رمضان وهيك الأسعار، لعد برمضان ايش قد راح يصير السعر؟ زين هذا الفقير اللي ما عنده شلون يعني يعني معناها هابد نهائيا ينسى فشي اسمه لحم. هي أسعار اللحوم مرتفعة بس هذا قانون يعني كل دول العالم مرتفعة أسعارها. لكن الوضع اذا احنا ننقص من اسعار اولا استيراد ماكو، اثنين اكو حاله تهريب للاغنام العراقيه وجشع مو شو ما كان، فاذا فعلا احنا كعراقيين وكمؤمنين نريد نحد من هاي الاسعار، اتمنى من الشعب العراقي وخاصه الاغنياء ان يقاطعون شراء اللحوم، ما بيها اذا شهر ما كانت لحم. في البدايه لنقسم الاسباب ونبدا بالاسباب اللي هي اللي تهم المواطن، السبب الاول هو الفرق بسعر الدولار. وهذه المشكله الازليه التي لم تحل. اثنان اثنان ارتفاع الاعلاف ثلاثه جشع البعض. فاجئت صراحه لانه هن فكرت بالطبقه محدوده الدخل يعني شغله صعبه واحنا داخلين على رمضان بالعكس لازم نسوي دراسه احنا كعراقيين نراي هاي المساله خاصه الموظفين والطبقه الوسطى والطبقه الفقيره على الدين السلام بدنا نسمع انه الاخبار انه راح تجي أه يعني حيوانات او ماشيه كذا يعني مستورده وفتحوا الاستيراد لهكذا يعني هذا مو حل بصراحه يعني انا في رايي ما يعتبر حل انه العراقي يستورد ماشيه من دول العالم وتجي عبر البعار وربما تنقل بعض الامراض والعدوى وما عدنا احنا ذيك ذاك تلك الرقابه الفاعله اللي جسمه منافذ مفتوحة و... ومنافذ عديدة طبعا من الإقليم من جميع الدول الجوار وبالتالي راح تنشر الأمراض وكذا والله هو لازم أكون هناك تصير ولازم في الإجراءات حكومية تصير يعني سبق من قلت انه اللحم سعره غالي، لازم اكو اجراءات الحكومه تتخذها. الاجراءات اللي اتخذتها حاليا الحكومه انا يعني اشوفها اجراءات يعني شلون بسيطه وترقيعيه بنفس الوقت يعني. يعني مو فتح حل هذا يعني اضع في الضوابط اخلي في امور معينه بحيث أه أه انزل السعر يعني اخلي اخلي المواطن يحس انه السعر نزل مع هذا وهذا جرى أه امام الحكومه وهذا القانون انا اعتبرها جدا بسيطه يعني مو صعبه وبعد ما تابعنا هذا الاستطلاع نرجع بالاستوديو للاستاذ حسين اليوم التاجر المخالف ايش قد توصل عقوبته؟ وفق الماده 240 مم. من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 مم. تصل مده الحبس سته اشهر مع غرامه ماليه مم. وفي حال تكرار العقوبه راح تشدد العقوبه عفوا في حال تكرار المخالفه راح تشدد العقوبه مم. ايضا تكيف الماده في في حال كونها غير خاضعه الى القمرق والتهرب الضريبي تكيف المادة على 194 من قانون الجمارك وبإمكان أي شخص الإبلاغ عن هؤلاء المخالفين سوف يكون الإجراءات رادعة بحق المخالفين وتجديد العقوبة في حال تكرارها جيد إحنا نتابع حاليا فقط أسعار اللحوم والبقوليات وغيرها لو متابعتكم توصل للمواد الخضار وغيرها الاحتياجات الأساسية اليوم بالسفر مفارز العرقية. الجريمة المنظمة ليس فقط اللحوم ولكن تبدا من المحاصيل الزراعيه الى ماده الخبز والصمون والأفران بالاضافه الى المواد الغذائيه والمشتقات النفطيه في كافه موسم السنه، ليس فقط على فتره محدده تكون المفارز متواجده، ولكن بامكان المواطن مشاهده مفارز مديريه مكافحه تجارية المنظمه على مدار الساعه متواجده ضمن الاسواق الرئيسيه في بغداد والمحافظات. تابعون المواد المستورده يعني بعض المواد وزاره التجاره تقول وصلنا الى مرحله الاكتفاء. تجي للسوق وتشوف مواد داخله من دول ثانيه، هذا الموضوع ضمن مهامكم؟ اي ماده يتم استيرادها من المواد الغذائيه تحصل على موافقات من قبل وزاره التجاره موافقه الاستيراد وتكون هذه الماده المستورده مطابقه للمواصفات وفي حال مخالفتها للمواصفات يتم تعميم كتاب من قبل وزاره التجاره بان هذه الماده هي غير خاضعه للمواصفات اللي ارسلت من قبل وزاره التجاره وتم استيراد المواد وتعتبر مخالفه في حال تداولها بالاسواق يتم القاء القبض على صاحب المحل او صاحب الاسواق وزجه الى القضاء كونه يتداول بمواد ممنوعه من الاستيراد. هذه تدخل ضمنها المواد اللي منتهيه ممكن مده صلاحيتها او غير صالحه للاستخدام. هناك عمل مشترك بين مديريه مكافحه الجريمه المنظمه ووزاره الصحه بالتفتيش الدوري على كافه المحال والاسواق الرئيسيه من حيث نفاذيه المواد في حال ثبت هناك مواد منتهيه الصلاحيه يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه وفق الماده 99 من قانون الصحه العام وتكون مفارز الصحه هي المسؤول الاول عن اتلاف هذه المواد بمحاضر ضبط اصوليه تقدم امام انظار السيد قاضي التحقيق وبدوره راح يعز الى الجهه الفنيه بتطبيق الاتلاف على المواد التي تم ضبطها بالتعاون مع مديريه مكافحه الجريمه المنظمه. ممتاز حتى نطمن المواطن اكثر هذه الحملات فقط راح تكون الى بدايه شهر رمضان مستمره الى ممكن العيد ان شاء الله، عيد الفطر. الحمله مستمره على مدار السنه وخلال 24 ساعه متواجده مديريه مكافحه الجريمه المنظمه بكافه ضباطها ومنتسبيها في الاسواق الرئيسيه هناك غرفه عمليات مم. شكلت من قبل السيد مدير عام مكافحه الجريمه المنظمه المحترم بالاشراف شخصيا على هذه الحمله ومتابعه نتائجها اول باول نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله مدير عمليات مكافحه الجريمه المنظمه العميد الحقوق حسين التميمي شكرا جزيلا لكل هذه الاضاحات شكرا لك شكرا لك بارك وهب احنا شويه خلينا نجي على نفسنا كمواطنين لا نصعد الازمه لا نخلي ازمه بالمواد الغذائيه اليوم اكل بعض من عندنا لما يروح يتسوق يتسوق مواد ممكن تكفي الشهرين وثلاثه شهر رمضان شهر واحد المواد الغذائيه موجوده بالاسواق تقدر كل يوم من ثلاثه تنزل للسوق وتاخذ اللي تحتاجه ماكو داعي اخذ مواد هوايه واخزنها واخلق فد ازمه وممكن بعض التجار يستغلون هذه الازمه وبالتالي يرفعون اسعار المواد الغذائيه واذا صادفتم مثل مثل هذه المواضيع نوه استاذ حسين على رقم المديرية مكافحه الجريمه المنظمه 144 رقم شغال على مدار الساعه تقدرون تبلغون حتى تتخذ وزاره الداخليه الاجراءات بحق مثل هذول التجار اللي يضاربون بالاسعار وياثرون على المواطن. بالتالي نتمنى التوفيق لوزاره التجاره والداخليه وغيرها من الجهات المعنيه بمتابعه الاسعار ووضع الاسواق. فاصل وبعد. هسه انا واقف هنا اقدر احرك سيارتي واخليها تروح لاي مكان ترجع وتطبق وتتحرك بس اباوع على التليفون لا ادوس دقمه ولا الزم سويتش السياره بس هذه شلون تصير كل تليفون كل سياره تفاصيل هذا الموضوع نتابعه ويا فاطمه طالب بمجرد النظر إلى شاشة الموبايل وبدون أي جهد بس بحركة عين تقدرون تتحكمون بسياراتكم. الشركة الصينية أونر أطلقت هاتفها الذكي الجديد Magic 6 Pro واللي يخلينا نفتح السيارة ونحركها عن بعد. باعتماد الهاتف الجديد على الذكاء الاصطناعي، الشركة الصينية اعتمدت على تطوير مخصص لهاتفها الجديد يسمح بربطه مباشرة بالسيارة عبر البلوتوث وتتضمن واجهته أربع دقم، واحد لتشغيل المحرك وواحد حتى نوقف المحرك، والثالث حتى تمشي السيارة لقدام، والاخير حتى نرجعها لورا التحكم بالدقم يتطلب من المستخدم التركيز بعينه لثانيتين على احد الدقم وبعدها يتم تشغيل السيارة. ويتأمل صانعو الهواتف الذكية انه يساعد هذا النوع من الترويج بدعم السوق الراكدة للهواتف الذكية. على الرغم من أنه العديد من الخبراء يقولون أنه الذكاء الاصطناعي التوليدي يثير مخاوف قانونية أو أخلاقية ووفقاً لشركة البيانات الدولية فأن شركة أونر بدأت تنافس أبل الأمريكية في الأسواق واستحوذت أبل عام 2023 على حصة سوقية بالصين بلغت 17.3% بينما حصلت أونر على 17.1% نشوفكم الاسبوع الجاي في امان الله